Please welcome the boxer in the blue corner, representing Uzbekistan. Recebam também o pugilista que ficará no canto azul, representante do Uzbequistão, Shakran Ashar, وهو بطل أفريقيا وثالث بطولتي بوكال وكاردن تورنمنت في هالي ألمانيا وفي هافانا كوبا. Apresentando o pugilista no canto vermelho que representa o Marrocos. نعم الكابتن فارس من الملاكم محمد ربيعي انه يؤدي مباراه على قد اسمه. يعني للاسف لم يكن يعني بذلك المستوى الذي عهدناه في المباراه السابقه امام الملاكم الايرلندي ستيفن جيرارد رغم فوزه وادى اداء طيبا في النزال. يعني كان يؤدي أداء طيبا في نزالات أخرى خاصة في بطولة أفريقيا في النهائي في الدور الأول تغلب على رايتون اندوكو من كينيا. يمكن مباراته مع كينيا كانت أضعف من مباراته مع الأيرلندي. نعم أتمنى تكون هذه المباراة أقوى المباراة حتى يصل بنا إلى النصف إلى المباراة النهائية. إذن كلاهما ضمن ميدالية برونزية. محمد ربيعي يواجه ملاكم أوزبكي قوي. تسديدات تحت الحزام. محمد ربيعي 1.80 متر. شخرام هياسوف 23 عاما وهو بالعمر ذاته. إذن لكمات تحت الحزام. نتمنى السلامة. الأوزبكي يبدأ. محمد ربيع عليه أن يدخل في جو النزال. لكمات من فوق الدفاعات ربيعي. غير مركز محمد ربيعي مش مركز في هذه المباراة. لكمة قوية جدا من محمد ربيعي يمنى مستقيمة من فوق ذراع اللاعب. إذن محمد ربيعي عليه أن يكون أكثر سرعة لأنه يسمح للملاكم شخرام خياسوف تسديد لكمات بسرعة. سدد محمد ربيعي أكثر من لكمة قوية ولكن هذه اللكمات هل تتيح له الفوز بهذه الجولة؟ نتمنى. شخرام كان قد تغلب على الإسباني يوبا بثلاث جولات للا شيء و تغلب على الليتواني إيماناتس بثلاث جولات للا شيء
ومن ثم على الكوبي، وهو يعني كان بأداء رائع رونيل، وتأهل وضمن ميدالية برونزية على أقل تقدير. والجولة تذهب إلى الأوزبكي، تظهر النتيجة، قلبي بيرتجف. نعم. أنا في رأيي أركز الآن على الأداء، على أن تقدم أفضل ما لديك يا ربيعي. يعني هذه الفرصة ذهبية للعرب، تكون أنت النموذج وسيسجل اسمك بحروف من ذهب، أنت قدمت كل ما لديك. لاحظ الأوزبكي يدعو محمد ربيعي، لماذا من الخارج يجب أن تسدد لكمات من الوسط؟ بطيء شوية كابتن فارس، وواقف واقف ما بيتحركش. لو بدأ التحرك لليمين ولا الشمال ولا الأمام والخلف، أعتقد ده هيديله قدرة على الأداء. ينتظر كثيرا، ينتظر كثيرا أن يسدد الملاكم الأوزبكي لكي يرد. لاحظ المجموعة اللكمات، لماذا لا تهاجم؟ ماذا الذي تفعله يا محمد؟ مش عارف واقف ليه، وهذا ليس أداؤه، يعني ده مش أداؤه، مش هو بيأديش كده أبدا، هو بيتحرك وبيضرب طويل ويعمل خطوات للخلف بالقدمين ثم الهجوم كما سبق وشفنا الكلام ده منه كتير، ولكن اليوم هو يعني هقول لك ايه، مش عامل عملية إحماء كويسة ولا ايه، مش عارف. الملاكم الأوزبكي أفضل حتى الآن. ماذا تنتظر يا محمد ربيعي لتلوح باليد؟ يا ألم ترى يا حكم هناك دماء؟ لا أعرف لماذا هذا الخجل في الحلبة، لاحظ كأنه نمر مفترس الأوزبكي. مصاب، مصيبة، ولو الدكتور منعه من اللعب هتروح المباراة للاعب الركن الأزرق. دخول بالرأس مع لكمة بنفس المكان، في المكان ذاته. شغل الذراع يا محمد، لكمة قوية هنا من محمد، لكمة يسارية، وهذه يمينية. لاحظ عندما يعمل بشكل فعال، لكن عليك أن تعمل ولا تقف هكذا. الجولة ذهبت للملاكمة، جولة فيها قوة ولكن ما فيهاش أي مهارات، ومحمد ربيعي ده مش مستوى خالص، مش مستوى خالص، لاعب بطيء جدا في هذه الجولة، مش عهده كده، عهده السرعة والتحرك بالقدمين للأمام والخلف وتسديد الضربات القوية المستقيمة التي فاز بها ببطولة العالم.
Senhoras e senhores, o Rio 2016 gostaria de dar as boas-vindas ao campeão olímpico da categoria super pesado nos Jogos de Londres em 2012 e também campeão mundial pela categoria peso pesado. Pedimos aplausos para o grande lutador Anthony Joshua. واضح لما قاله عن أنتوني جشوى بطل العالم. هل هو حاضر هنا؟ هذا هو بالفعل حاضر الصالة بطل العالم للملاكمة، ولكن بإمكانيات هائلة. يلا يا محمد، لاعب ضعيف يا كابتن، مش قادر يقف، مش قادر يقف. أنا عايز أسأل سؤال يا كابتن فارس، على من تقع مسؤولية عدم إعداد اللاعب بطل عالم، بطل عالم من 7 شهور ويؤدي أداء بهرة الجميع واختيرك تقريبا كأحسن لاعب في البطولة؟ على من تقريبا اختير أفضل لاعب في البطولة؟ على من تقع مسؤولية؟ على المسؤولية، على هو نفسه، على اللاعب نفسه ولا على الناس اللي بيساعدوه في أنه يكون متأهل؟ مش عارف. يعني أن تأتي إلى هنا الآن، يعني لماذا لا تؤدي خلاص؟ يعني قدم الذي تعرفه. شيء محزن حقيقة. لاحظ كأنه ليس فقط هو، الكثير من الملاكمين أو أغلب الملاكمين العرب يدخل إلى الحلبة وكأنه يعاني منذ اللحظة الأولى. لاحظ لغة الجسد عند الأوزبكي، واثق من نفسه، يسدد وهو مرتاح. ولاحظ تعابير ملاكمنا بطل العالم، تشعر يعني هنا توج بالذهب وتوج بأفضل لاعب في العالم. حتى صعدت وأخذت صورة معه على الحلبة في الدوحة. طبعا وهنأته من كل قلبي، وأدى أداء رجوليا الآن اليوم بعيد كل البعد عن أداء المستوى. نعم، كل البعد، وكأنه اكتفى ببطولة العالم أو اكتفى بالميدالية البرونزية التي حصل عليها. حتى أنه في النزال القبل لم يكن بهذا المستوى، طبعاً بالمستوى المطلوب. علما كابتن فارس، اللاعب الكازاخستاني اللي قابله في بطولة، في نهائي بطولة العالم بالدوحة، اليوم هو في فورمة غير عادية. نعم، يعني أنا شايفته من قبل في المباريات السابقة عالي جدا، يعني أعلى من كلا اللاعبين. قلت لو كان ربيع هيكسب هذه المباراة أعتقد أنه كان هيلاقيه في المباراة النهائية، ولكن بهذا المستوى ما أعتقدش أنه كان هيقدر يكسبه. ربما علينا أن نضع العاطفة إلى جانب. طبعا لأني لا أستطيع أن أقول شيئا حقيقة. بانتظار النتيجة، وقبل ذهابك للاستوديو كابتن. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão unânime no canto azul, in the blue corner, representando o Uzbequistão, Shakram. إذن فوز مستحق للملاكم الأوزبكستاني شخرام، أدى أداء رجوليا رائعا. قياسوف واكتفى محمد ربيعي.
الملاكم المغربي بميدالية برونزية وسجدة شكر. أعتقد يا كابتن أن الملاكم محمد ربيعي يعني واضح الإمكانيات اليوم، ربما اليوم ليس كما كنا في الأمس في الدوحة، الأمور مختلفة لا نعرف. والله كابتن فارس هو من بداية البطولة مع اللاعب الكيني وأنا شايفه أنه هو غير لاعب، مش مجهز تجهيز كامل لهذه البطولة. فأنت سألتني وأنا قلت اللوم في الدرجة الأساس أعتقد أنه الملاكم نفسه، لأنك